عندما تشرق الشمس على الصحراء فأنت لا تتوقع أن ترى فيها من نباتات غير الصبار وربما بعض الأشجار المتناثرة، ولكن هل كنت تعلم أن الصحراء السعودية تخفي في داخلها مجموعة من أغلى وأخصب مزارع الورود في العالم؟ زراعة الورد الطائفي فورثناها من الأجداد، ويكون قطف أو جني ثمار الورد من بداية مارس وحتى نهاية أبريل. نحن الآن في الطائف، المدينة التي حباها موقعها الجغرافي المرتفع بطقس نادر جعلها قبلة محبي الورود وزارعيها حول العالم ومنذ أكثر من 100 عام. يا ورد من طيب الأثمار تطلع محاصيلك من النار، غالي ونهدق غالي ما فرح بعبيرك ميت النار، من واجب الجار يهدي الجار، ما هديتك إلا قوم الأشوار، ما هدتك أعمى بصيرة يا ثمر ما عليك الناس تختار. اسمي مجد العقيلي من مزرعة ومصنع راشد القرشي، من خلال خبرتي 27 سنة في هذا المجال أفضل ورد في العالم الورد الطائفي. مصنع راشد حسين عمر القرشي لإنتاج دهن وماء الورد الطائفي وبعض المنتجات الأخرى مثل ماء الكادي وماء الزهر وماء الشيح الجبلي وكريمات اللوشن، لوشن بالورد، معطر فواح للغرف والمجالس بالورد، برضو عندنا ماء العروس. طبعا فوائد ماء الورد كثيرة جدا جدا، من أهمها اللي هي تستخدم بالإضافة إلى مياه الشرب أو يضاف إلى الشاي، زائد اللي هي فوائد الطبية. شجرة الورد الطائفي امتازت بأنها أفضل عطر في العالم، بالرغم من أن النبتة نفسها موجودة في دول كثيرة مثل إيران وبلاد الشام وأوروبا، إلا أنها امتازت بأفضل عطر في العالم، وهذا لأسباب كثيرة طبعا، اللي هي درجة الحرارة في مدينة الهدى أو في الطائف بشكل عام، ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بحوالي 2160 متر، زائد التربة. تاريخ الورد الطائفي طبعا هو أحضروه من بلاد الشام وزرع هنا ونجح، وأصل الوردة طبعا تسمى بالوردة الدمشقية كونها كانت جاية من بلاد الشام. بحسب إحصاءات مديرية الزراعة بمحافظة الطائف فإن المدينة تحوي ما يقرب من 1000 مزرعة ورد، يبلغ إنتاجها السنوي قرابة 500 مليون وردة توزع على 50 مصنعاً، ويقدر حجم المبيعات السنوية للورد الطائفي بنحو 500 مليون ريال أو 133 مليون دولار. بالنسبة للورد الطائفي لو قارنا بالعطور الأخرى المستخرجة من نفس النبتة في دول أخرى ستجدها مختلفة كليا، حتى في مناطق المملكة العربية السعودية لو زرعت في أماكن أخرى غير منطقة الهدى ستجد فارق في جودة العطر. بالنسبة للمتعاملين مع مصنع الورد هناك بعض الشركات والمؤسسات تقوم بشراء الورد بالكيلو أو بمئات التولات لبيعها في بعض المتاجر الموجودة في مكة المكرمة مثلا أو في بعض دول الخليج، وباقي المنتجات طبعا لنا عملاء خاصين داخل المملكة يشترون طبعا عطر الورد الطائفي لأنه مميز عن العطور الصناعية. يفضل عملية القطاف بالنسبة للورد في الصباح الباكر أي قبل شروق الشمس للاستفادة من أكبر كم من العطور. والطريقة الصحيحة قطف الورد تكون بهذه الطريقة. يتم
يتم استحضار الورد الطائفي بواسطة أكياس من الخيش أو القماش المبللة بالمياه للحفاظ على الورود من خسارة العطر. بعد إحضار الورد لوضعه في القدر نضيف 5 لترات من الماء في المعمل حتى لا يلتصق الورد في قاع أو قعر المعمل. يتسع هذا المعمل لحوالي من 12,000 وردة إلى 15,000 وردة. نضيف 25 لتر من ماء العروس من طبخ أمس زائد 25 لتر من ماء الثنو بنفس الطريقة. على الانتهاء من وضع ماء الثنو وماء العروس نضيف كمية من المياه حتى تصل إلى أعلى كميات الورد. طبعا ضرورة إعادة ماء الورد وماء الورد العروس وماء الثنو للطبخ يوميا على مدار الموسم. طبعا الآن لا يجب أن يغلق بالكامل حتى لا يكون في أي تنسيم من المعمل للخارج. ماسورة التكثيف تمر ببركة المياه اللي تحتوي على مياه مبردة للماسورة لعملية التسريع في عملية التقطير. نضع الآن التلقية التي تستوعب مياه الورد العروس وكميات العطر في التلقية. بالنسبة لدهن الورد، دهن الورد في المعامل التقليدية معرض للخسارة بالكامل، بينما في المعمل الحديث حتى لو لم يكن هناك موظف يتابع المعمل الحديث يكون في بالنسبة لدهن الورد مؤمن بالكامل ولعدة ساعات حتى يحضر الموظف و يقوم بسحب العطر من المعمل. ولأن الطائف صارت تعرف جيداً موطن قوتها فهي تنظم منذ 15 عاماً مهرجاناً سنوياً يدعى مهرجان الورد الطائفي، يقام في أواخر مارس متزامناً مع موسم القطف، ويعرض فيه أكثر من 40 نوعاً مختلفاً من الزهور العالمية، ويجتذب أكثر من 100,000 زائر يومياً جاءوا للاستمتاع بعطر الورد.